أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Let's memorize the Holy Quran, chapter 48, verse 10 and 11, inshallah, and let's pinpoint. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. Keep repeating till you memorize, inshallah.